نعم، أعتقد أن هذا الموضوع مهم جدا. فالعديد من الناس، وهناك شخصيات كبيرة تتحدث عن الرقمنة هنا في مؤتمر الأطراف كوب 28. عندما أو إن أردنا أن نستخدم السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، فإن الرقمنة ضرورية، وهناك خصائص أصلية، خصائص جديدة، فهناك بنية تحتية إضافية لمحطات الشحن، ونحن بحاجة إلى توفير مصادر أو أماكن الشحن الضرورية. ويستعين أيضا أن نستخدم أيضا التطبيقات الرقمية، هذا أول جانب للرقمنة. إن أردنا أن يكون لدينا شبكة أكبر لبنية التحتية للشحن الكهربائي، نحن بحاجة أيضا لاستخدام التكنولوجيا والرقمنة لإنشاء منصة رقمية تسمح بربط البيانات الناتجة عن المستخدم عن موردي الطاقة الكهربائية. إذا الرقمنة وأدوات الرقمنة تسمح لنا بإنشاء منصة واحدة تجمع البيانات وتدير تحليل هذه البيانات، وتسمح بتوفير خدمات أفضل للمستخدمين النهائيين.